صباح الخير، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب، في افضل حال. بتتفرجوا على فيديو النهارده. فيديو النهارده جاي اكلمكم عن احدث حاجه نزلتها شركه انفينيتي، وهو سان سكرين لوشن الجديد اللي منزلها انفينيتي. فتابعوا معايا طبعا الفيديو للاخر. ما تنسوش لو انت اول مره تشوفوني، انا اسمي ماجده وانتوا في قناتي، لايك وشير الفيديو كتير. يلا بينا على الفيديو. انفينيتي منزله لسه لوشن سان سكرين جديد من لاين التفتيح. اللاين ده انا اشتريت منه الكريم، الجل كريم بتاع التفتيح، واشتريت منه اللوشن وصن سكرين. وفي كمان منهم اللي هو في كمان من اللاين ده كريم العين، انا ما جبتوش. انا بما ان احنا في الصيف عامه، يعني مش داخلين على الصيف، احنا في الصيف اساسا، فعايزين صن سكرين يكون كويس. فهكلمكم النهارده عن الصن سكرين ده، واقول لكم ايه مميزاته وايه عيوبه، تشتروه ولا لا، واذا كان حلو ولا لا. اول حاجه صن سكرين ده لوشن، اول ما جبته كنت خايفه جدا من خايفه جدا الا يكون قوامه تقيل، لان كنت جايبه قبل كده اللوشن اللي هو من دراكون، وللاسف ما نفعش مع بشرتي تماما. في اس بي اف 50، ودي الحمايه اللي احنا محتاجينها، مش محتاجين اكتر من كده. هو كمان بيحمي من اليو في اي واليو في بي، فهو حاجه كويسه جدا. المكونات بتاعته بقى، هو متكون من ديرما وايت، وده مكون بيقلل من فرط التصبغات في البشره. هو صن بلوك، وفي نفس الوقت كمان هيحمي بشرتك من التصبغات اللي هي تبقى لونها بني دي، بتطلع بسبب اشعه الشمس. هيحمي ان بشرتك ما تحصلش فيها تصبغات، وهيفتح معاكي طبعا البشره لو حصل فيها تصبغات بسبب الشمس، اللي هو التصبغات اللي هي بتبقى لونها بني دي. فهو يحميكي ان ما يحصلش معاكي تصبغات في الشمس، كمان هيحمي بشرتك من الشمس. كمان في العرق السوس. طبعا العرق السوس كلنا عارفين فايدته للبشرة وفايدته لتفتيح البشرة، فمن الحاجات برضو الممتازة جدا لتفتيح البشرة، بيساعد جدا جدا على تفتيح البشرة. فهو كصن سكرين بيحمي من اليو في اي واليو في بي، كمان فيه كمان 50%، كمان فيه مكونات للتفتيح. دي اكتر حاجة شجعتني ان انا اجيب الصن بلوك ده. انا شايفة فكرة ان انا هحط صن بلوك يحميني من الشمس، كمان بيحميني من فرصة حصول تصبغات في بشرتي، شايفاها فكرة حلوة جدا جدا ان تكون في صن سكرين. ده شكل الصن سكرين من جوه، بصوا شبه الصن سكرين بتاع بوبيه. الابليكيتر بتاعه حلوه، بتحفظ المنتج وبتطلع المنتج على قد الاستخدام اللي انت محتاجاه بالظبط. المنتج مش بيسيب وايت كاست تماما على البشره. بصوا قوامه، بصوا قوامه، بصوا قوامه، قوامه خفيف جدا. بصوا ولا كانه لوشن، بيتفرد في دقيقه على البشره، خلاص كده راح من على بشرتي. مفيش اي وايت كاست، مفيش يعني طبقه بيضه، مفيش تزييد، مفيش لمعه، مفيش اي حاجه خالص على بشرتي. بتشرب في دقيقه جدا، مهما كان الكميه اللي انت هتحطيها على بشرتك فهو هتلاقيه بتشرب معاكي في دقيقه. حلو جدا، قوامه خفيف جدا، بيتفرد في دقيقه، يعني مش بياخد وقت كده ولا بياخد دقيقه قبل ما يتشرب على بشرتك، لا ده هو بيتفرد في دقيقه على بشرتك. مش بيحتاج ان انت تفردي فيه فتره طويله او تستني شويه كبار قبل ما يتشرب عليه على بشرتك، شبه الصن سكرين اللي احنا بنشوفهم. فده احسن حاجه ممكن تستخدميها في الصيف ده. بما اننا كلنا، انا مش هقول لكم حد معين، كلنا بيكره فكره وضع الصن سكرين على البشره، وانا من ضمن الناس الصراحه اللي بكره الفكره دي تماما. ببقى دايما بدور على حاجه تتشرب بسرعه على بشرتي، ما تسيبش وايت كاست، ما تسيبش تزييد على بشرتي، ما تاكسدش بشرتي، يعني احطها كده على بشرتي الاقيها بتشرب بسرعه. فلما بلاقي صن سكرين شبه ده بفتخر بيه الصراحه. الصن سكرين ده ما فيهوش كل الصفات اللي احنا بنكرهها في الصن سكرين. اللي ممكن يخليكي تكرهي ان انت تحطي صن سكرين على بشرتك او صن بلوك على بشرتك، فالصن سكرين ده هيبقى من الحاجات الممتازه جدا الفتره اللي جايه دي الصراحه. واكتر الناس اللي هتجربه هتحبه جدا، لانه بجد من الحاجات الممتازه. زي ما قلت، هو مش بيعمل اي مشاكل خالص في البشره، والحكايه الاكسده دي اللي كلنا بنكرهها في البشره، هو مش بيأكسد، ان هو فيه اصلا مواد للتفتيح، فمستحيل يأكسد من بشرتك، مستحيل تحسي ان انت عايزه تاخدي دقيقه كده ولا بتاع قبل ما تفردي على بشرتك. هو خلاص في دقيقه واحده بس هتلاقيه متفرد على بشرتك. هو فيه نسبه عطر بسيطه خالص او خفيفه تكاد تكون معدومه، اول ما بتبداي تفرديها على بشرتك بتروح تماما. فحتى لو بشره حساسه برده هتحبيه، مش هيعمل مشاكل معاكي. لو بشره جافه ممكن تحسي ان انت عايزه ترطبي معاه قبله حاجه بسيطه، فعادي حطي المرطب بتاعك قبله. كبشره دهنيه بقى برده لو حسيتي ان انت عايزه ترطبي قبل منه مفيش مشاكل، لان زي ما قلت هو بيتشرب بسرعه ومش بيسيب اي ملمس على بشرتك تماما. فلو حابه ترطبي قبل منه مفيش برده مشاكل منه. طب ايه كان بالنسبه لحمايته؟ انا حطيته كده جربته اكتر من 10 مرات، يعني بقالي فتره طويله بجربه. انا كنت جايباه من بعد العيد بحاجات بسيطه، يعني بقالي فتره حلوه كويسه يعني اجربه. اقدر انصحكم بيه واقول لك هو فعلا حمايته كويسه ولا لا.
انا حطيته في يوم من صباح من الصبح لحد اخر النهار، حسيت ان حمايته كفايه كفايه جدا، يعني ما حصلليش اي تصبغات، ما حصلليش اي احمرار في بشرتي ولا تحسس في بشرتي، كان من الحاجات الممتازه جدا. كمان بقدر احطه تحت عيني، مش بيسبب اي حرقان في العين، وكمان بحطه على شفايفي فمفيش منه اي مشاكل ومفيش منه اي اضرار. بجد من الحاجات الحلوه جدا ومن الاكتشافات العظيمه اللي اكتشفتها اول الصيف ده وحبيتها جدا. لسه مستنيه ان اكتشف حاجات جديده الصيف ده من الصن سكرين، لان شايفه فيه صن سكرين كتير مصري نازل جديد، فهجربهم برضو الفتره الجايه واقول لكم رايي فيهم. بس صن سكرين انفينيتي ده من الحاجات الممتازه واللي اكيد بنصحكم بيها بقوه. مش عايزه بتكرهي زي وضع الصن سكرين، وعايزه حاجه سهله تحطيها بسرعه ما تسببش معاكي اي مشاكل، اكيد بنصحك بصن سكرين بتاع انفينيتي، حلو جدا ومش بيسيب اي وايت كاست ولا مش بيسيب اي لمعه على البشره. فكره ان انا احط صن سكرين ويأكسد على بشرتي اول ما احطه، دي فكره احنا كلنا بنكرهها. فالصن سكرين زي ما قلت ده هتحبوه جدا، لانه مش بيأكسد تماما ومش بيسيب اي وايت كاست على البشره ومش بياخد وقت في فرده، يعني حتى لما تجدديه بره هتحطيه في دقيقه هتلاقيه اتفرد على بشرتك، مش هتقعدي ان انت تقعدي دقيقتين او ثلاثه قبل ما يتشرب على بشرتك، لا هو بيتشرب بسرعه. اهم حاجه ومن اهم الخطوات اوعي تنسوها يا بنات، لان انا كل فيديو بنصحكم بيها واتمنى ان انتم ما تنسوهاش، ان الصن سكرين بيتجدد بره، ما ينفعش ان انت ما تجددوهوش بره. لو في يوم في حر جامد والدنيا حر قوي وانت قاعده طول النهار بره، ما انتش في مكتب مثلا او مش في مكان مقفول عليكي، فاكيد الصن سكرين ده محتاج يتجدد كل ساعه او ساعه ونص بالكتير قوي. طيب لو انا في مكان مقفول، لو انا في مكان مقفول اجدده كل ساعتين، اول ما ابدا اطلع اجدده كل ساعتين، كل ساعتين هيفرق جدا معايا في بشرتي ومش هيسبب معايا اي اسمرار. المهم مش تحطي صن سكرين من الصبح وتسيبيه لحد اخر النهار وتقولي اصل انا بشرتي غمقت، مفيش كده يا بنات، لازم تجددي الصن سكرين بره، لازم تحطي منه المقدار المظبوط اللي هم ايه، مقدار 70، لازم تحطي مقدار 70 على بشرتك، فلازم تحطي صن سكرين بكميه مناسبه عشان ما يغمقش معاكي بشرتك. مفيش حاجه اسمها احط صن سكرين حته صغيره كأدنى بحط مرطب واقول هو خلاص كده هيحمي بشرتي. صن سكرين ده من الحاجات الممتازه، والصراحه شركه انفينيتي بتفاجئنا الفتره دي جدا بالمنتجات بتاعتها. كل المنتجات اللي انا جربتها من شركه انفينيتي الفتره اللي فاتت دي عجبتني جدا جدا، مختلف تماما اللاين القديم اللي كانت بتنزله. انا جربت كذا حاجه من اللاين القديم اللي كانت بتنزله شركه انفينيتي وللاسف ما عجبنيش تماما، لكن اللاين الجديد ده هو بتاع الريتينول وبتاع الهيرونيك اسيد من الحاجات الممتازه جدا، واكيد هجرب منه الكريم العين واقول لكم برده رايي فيه ايه. وانا في الفتره دي حاليا يعني بجرب منه الكريم الجل اللي هو بتاع التفتيح، هجربه برده فتره كويسه واطلع اقول لكم رايي فيه ايه. بس لو حابين صن سكرين من اكتشافاتي الفتره دي ومن احسن الحاجات اللي ممكن تستخدميها لبشرتك كدهنيه او مختلطه، فانا اكيد بنصحكم باللوشن ده، من الحاجات الممتازه ومن الحاجات اللي هتحبوها جدا واكيد هتدعوا لي عليها. لحد دلوقتي زي ما قلت مش شايفاه له ولا عيب اقدر اقول لكم عليه، انا مش شايفه فيه عيوب تماما، الباكج بتاعه كويس، بيطلع المنتج بطريقه كويسه، مش بيهدر المنتج، قوامه حلو، قوامه خفيف، بيتشرب بسرعه، مش بيسيب وايت كاست، كمان بيساعد على تفتيح البشره، فمن الحاجات الممتازه اللي انا جربتها الفتره دي لحد دلوقتي في اول الصيف، فاكيد بنصحكم بيه. ولو لقيت اي صن سكرين تاني كويس برده هقول لكم عليه الفتره الجايه، بس ده من الحاجات الممتازه اكتر بشرات هتحبه المختلطه والدهنيه اللي بيعانوا مع الصن سكرين، مش هيعرقك تماما ومش هيسبب معاكي اي مشاكل، فاكيد حطوه على ضمانتي هتحبوه جدا. بس هو ده كان الفيديو، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اتمنى تكونوا استفدتوا مني. طبعا لو عجبكم الفيديو ولو استفدتوا مني ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ده الصغير اللي بيبقى في اخر الفيديو عشان تشوفوا كل جديد بنزله. اكتبوا لي تحت في التعليقات لو عندكم اي سؤال انا نسيت اقوله في الفيديو وحابين تسالوني عليه، اكتبوا لي تحت في التعليقات انا برد على كل التعليقات. ودمتم بخير.